ضمان البقاء واعتلاء البوديوم، تلك التي جمعت جمعية وهران باتحاد العاصمة صاحبة الصف الثامن في سلم الترتيب. الشوط الأول بدأ متكافئا، وبدأ الاتحاد ضاغطا عبر بليل من ركنية المقوسة ومحاولة أندريا 10 دقائق من انطلاق المباراة. رد الجمعية التي لعبت منقوصة من هدافها جمعون المصاب كانت عبر بنتيبة وقدفته فوق العارضة الأفقية للحارس ماموش. ضغط الجمعية تواصل، وبن عياد في أخطر الكرات يخرجها زيماموش بصعوبة ويخرج معها متأطرا بإصابة ليعوض ببرفان. وما بين عدم التركيز واللعب المتسرع لم يجد ثنائي تدريب الاتحاد منير زغدود ومفتاح من حلول غير التركيز على عمق دفاع الجمعية عبر ناجي وتسديدته خارج الإطار. نسق المباراة ارتفع في الشوط الثاني، خصوصا من جانب أشبال بن شادلي، وحرباش يسجل الهدف الأول وهدف السابق في الدقيقة 53 من زمن المباراة. استمر الضغط على دفاع الاتحاد، وكاد بن قبلية أن يقضي على آمال رفقاء بن موسى. كل هذا وعناصر الاتحاد لم تبدو عليهم المقاومة، وقدفة بليلي في الدقيقة 78 قد تلخص كل شيء. لتعرف المواجهة منعرجا في دقائقها الأخيرة، والحكم نسيب يشهر 3 بطاقات حمراء في حق بودومي وبنتيبة من جانب الجمعية وفرحات من جانب الاتحاد. 3 نقاط تضمن البقاء لأصحاب الأرض، وتبعث بالاتحاد إلى لاعب مصيره في آخر جولة الموسم.